مرحبا، معكم رضا عازم من كامبوس اكاديمي. ولكل من يتابع فيديوهاتي بالقناة سيلاحظ اختلاف بسيط في هذا الفيديو، فعادة انا اسجل فيديوهاتي من المكتب الخاص بي وليس من سيارتي. السبب هو انني احببت ان اشارككم في اول يوم عمل لي كمحاضر بمركز في بلادي، فيها سأعلم مجال التجارة الإلكترونية. هذا المركز يسمى معوف، وهدفه دعم ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة في البلاد، أو حتى التي قيد الإنشاء، من خلال تعليمهم مواضيع تساعد في تطوير مشروعهم. واحد من هذه المواضيع هو تعليمهم البيع على مواقع إيباي أو أمازون، ولتوسيع نطاق عملهم خارج البلاد. وبسبب نجاحي بالمجال طلبوا مني أن أكون المحاضر لهذه الدورات، وطبعا قبلت لطلبهم. بالرغم من انشغالي بعدة مشاريع، فكما تعلموا أنا أيضا أبيع منتجات على مواقع إيباي وأمازون بنفسي، وأملك عدد كبير من المتاجر هناك وعلي إدارتها، وأيضا أعلم المجال بشكل شخصي أنا وطاقم فريقي. ولكن لا شيء يفرحني أكثر من أن أساعد أكبر عدد ممكن بالمجال، ونجاح طلابي يعني لي الكثير، ولذلك قبلت لطلبهم. هيا بنا نذهب للمركز ونرى كيف يمر هذا اليوم. لقد استمتعت كثيرا في تعليم هذه الدورة، الطلاب استفادوا كثير ومدحوني على طريقة التعليم، سأراهم في عدة لقاءات أخرى. أتمنى أنكم استفدتم وأخذتم جولة سريعة عن المركز الجديد الذي أعلم به، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي. ورائي هنا موجودة الناصرة، مدينة الناصرة، هذا مركز معوف الناصرة، وسأراكم في فيديو آخر، وشكراً.